السلام عليكم. انفجارات غامضة ومكثفة طالت العمق الإيراني وأذرع إيران في نفس الوقت في منطقة الشرق الأوسط منذ الخميس الماضي وحتى الساعات الأولى من صباح هذا اليوم. ما جرى صباح هذا اليوم هو جاء في سوريا بشكل غريب للغاية. تحدثت في بادئ الأمر الأنباء بأن هنالك ضربة إسرائيلية، The National تحدثت عنها، مهر نيوز الإيرانية وحتى Times of Israel تحدثت عن نفس المسألة، كانت هنالك بعض اللقطات وبعض المقاطع التي تم تداولها بهذا الشكل. تحدثوا بأن المنظومات الدفاعية التابعة للجيش السوري تتصدى للصواريخ الإسرائيلية بهذا الشكل وبهذه الطريقة، وكانت هنالك أيضا أصوات للطائرات الإسرائيلية في الشمال الإسرائيلي، وبالتالي استنتجوا من هذا الأمر بأن هنالك ضربة إسرائيلية جوية تجاه عدد من الأهداف الموجودة في الداخل السوري. لكن سرعان هذه القصة ما تغيرت من بعض المصادر المهمة في سوريا مثل المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي قال لم يشاهد إطلاق أي صاروخ للدفاع الجوي، في إشارة إلى أن القصة والاستهداف كان مختلفا تماما. وطبعا بالنسبة للانفجارات هي كانت عبارة عن 3 انفجارات قد جاءت هنا باتجاه قرى الأسد والديماس وتحديدا على قرى الأسد بحسب التفاصيل التي تحدث عنها المرصد السوري لحقوق الإنسان. عادة الطائرات الإسرائيلية تحلق فوق الجولان بهذا الشكل وبعدها توجه الضربات الخاصة بها، ولكن منظومات دفاعية غير حاضرة كما تحدثنا، وكذلك ولا بيان واحد رسمي أو إعلان رسمي قادم من النظام السوري أو وكالة الأنباء السورية حول هذه المسألة، وبالتالي المسألة غامضة. هل هي ضربة جوية أم هي ضربة مختلفة تماما وهي ليست ضربة جوية وإنما عمل من الداخل؟ وبالتالي المرصد السوري لحقوق الإنسان نوعا ما يلمح بأن العمل هو كان من الداخل في عملية قد يكون الموساد خلفها وبأنه كان خلف هذه المسألة. والحديث طبعا في بادئ الأمر أن هنالك شحنة إيرانية قد وصلت إلى هذه المنطقة، عادة ما تصل إلى مطار دمشق الدولي طبعا، وبعد ذلك تنتقل إلى مثل هذه المناطق، تأتي إلى مطار دمشق، ينقلونها إلى هذه المناطق قرى الأسد وغيرها، وبعدها ينقلوها إلى حزب الله اللبناني. وإسرائيل اعترضت هذه الشحنة لأن إسرائيل ببساطة لا تريد لحزب الله اللبناني أن تزداد قدراته بشكل أكبر بأسلحة متقدمة قادمة من إيران عبر سوريا إلى لبنان، وأيضا هم لا يريدون أن يكون هنالك حزب الله سوري، حزب الله ثاني كحزب الله اللبناني في الداخل السوري. وأيضا المرصد السوري لحقوق الإنسان تحدث بأن الاستهداف كان قد طال نقطة بالقرب من جامع الحمزة الموجود في قرى الأسد الموجودة هناك، وبأن هذا المقر هو تابع للفرقة الرابعة التابعة للجيش العربي السوري وهي أيضا تابعة للفصائل المسلحة المقربة من إيران، وقالوا بأن هنالك عنصرين من الجنسيات الغير سورية ليسوا سوريين هم الذين قتلوا، في إشارة بأننا أمام قد نكون إيرانيين أو أمام عناصر من حزب الله اللبناني. وبشكل مثير قبل يوم من هذه الضربة، أي قبل 24 ساعة فقط، كانت الانتلي تايمز التي ترونها هنا الإسرائيلية تحدثت بأن هنالك مسؤولا مهما للغاية في الوحدة 340، أحد المسؤولين في الوحدة التكنولوجية هناك سيصل إلى سوريا وهو سيكون لديه عمل على المستوى السوري وعلى المستوى اللبناني ومع حزب الله اللبناني. وبشكل مفاجئ جاءت هذه الضربة، وبالتالي علينا أن لا نستغرب أن كنا أمام استهداف خطير للغاية قد طال الإيرانيين من خلال هذه الضربة. والإسرائيليون كانوا يراقبون طبعا بشكل مكثف هذه المنطقة منذ الأربعاء والخميس الماضي، 5 طلعات تابعة للسرب 122 الإسرائيلية النحشون شابت التي كانت تراقب هذه المنطقة وهي من الطائرة 679 كما تلاحظون، كانت تراقب دمشق بهذا الشكل المكثف. واحدة من اللقطات التي ترونها لاحظ كيف هي تراقب دمشق، وكما نلاحظ هنا من خلال الاتجاه تلاحظ بأن جنوب وغرب دمشق التي استهدفت هنا هي كانت تحت الرقابة الإسرائيلية وبعدها جاء الاستهداف. وطبعا هذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها فجأة انفجار مفاجئ في إحدى مستودعات أو شحنات
الأسلحة بهذا الشكل. فكنا أمام استهدافات هنا طبعا قرى الأسد التي سنراها والتي نتحدث عنها هنا تقريبا بهذا الاتجاه، كنا أمام مشروع دمر على سبيل المثال أيضا بالقرب من قدسية، كان هنالك استهدافا في شهر أغسطس أي في الشهرين الماضيين في 13 أغسطس استهدفت نقطة، في نقطة هي تحت سيطرة الجيش العربي السوري ولكن هي طبعا تابعة لحزب الله اللبناني، نقطة سلاح استهدفت. وبعد ذلك في 15 أغسطس إلى جنوب غرب الرحيبة في نقطة من المفترض أن تكون تحت سيطرة اللواء 81 التابع للجيش العربي السوري انفجرت، ولكن تبين فيما بعد من التفاصيل التي نشرت في 15 طبعا من أغسطس بأنها نقطة تحت سيطرة حزب الله اللبناني، وكانت هنالك لقطات. هذه صورة مشروع دمر الذي طبعا ضرب بهذا الشكل بالقرب من قدسية، وأيضا هذا هو الانفجار الذي جاء إلى جنوب غرب الرحيبة الموجودة طبعا في سوريا بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، وتلاحظ بأنه مستودع للسلاح من طبيعة الانفجارات التي جاءت بهذا الشكل. الاستهدافات بشكل مثير تأتي أيضا في الداخل الإيراني، الأمر ليس فقط في سوريا بشكل مثير للغاية. فوكالة إيرنا الإيرانية وإيران اعترفوا بأن كان هنالك استهدافا لوزارة الدفاع الإيرانية في العاصمة الإيرانية طهران، وكانت هنالك لقطات للانفجار كما تلاحظون الذي جاء في نقطة مهمة للغاية في هذه الوزارة. وكما نلاحظ بعض اللقطات المصورة تلاحظ هو انفجار ليس بالعادي طال هذه المنطقة كما تلاحظون. وإذا ما حاولنا أن نحدد هذه النقطة وأين هي متواجدة سنلاحظ من هذه البوابة، تلاحظ أنت أمام بوابة والبوابة يأتي طبعا فوقها كل هذا الذي نلاحظه، هذه النقطة الكبيرة للإعلانات التي تظهر فيها طبعا بطاريات، وهي مسألة مهمة سننتبه إليها الآن. بعدها تأتي طبعا هذه البناية أيضا المميزة التي سنلقي نظرة عليها، لنلقي نظرة على هذه البناية. هذه البناية التي نتحدث عنها التي ظهرت بعد البوابة، هنا 1 وهنا 2 وطبعا كما نلاحظ هذه 2 أيضا وهذه 3، وهنالك مبنى يأتي بهذا الشكل أبيض يصبح واضحا بشكل أكبر من هذا الاتجاه، وبالتالي نحن أمام 3 نقاط قد أشرنا إليها، الباب الرئيسية والنقاط التي أشرنا إليها. وبالتالي إذا ما اتجهنا الآن إلى القمر الصناعي ونتجه إلى العاصمة الإيرانية طهران لكي ننتبه إلى طبيعة هذه النقطة مع عدد من الملاحظات لما تم استهدافه، هذه هي طهران إلى شمال شرقها. ستلاحظون هنا المستودعات أو النقطة الخاصة بوزارة الدفاع الإيرانية، والبوابة الرئيسية تأتي هنا بهذا الاتجاه. إذا ما التفينا تقريبا 180 درجة أو أقل من 180 درجة، وأنا أحاول أن نأخذ صورة أوضح لهذه النقطة، سنلاحظ بأننا أمام هذه النقطة التي أصبحت واضحة. تلاحظ هذه هي البوابة الرئيسية أو السقف للبوابة الذي رأيناه عليه البطارية طبعا، وهنا 1 2 وهذه 3 لهذا المبنى الذي يأتي بعده، وهذا هو السياج وهذا المبنى الذي كان واضحا لنا. وبالتالي من خلال النظرة على هذا الموقع تلاحظ بأننا أمام هذين المبنيين، أما هذا المبنى وأما هذا المبنى هو الذي فجأة اشتعل من الداخل والدخان كله كان قادما بسبب الريح بهذا الاتجاه، وهذه النقطة بشكل مثير أصبحت واضحة من لقطة من الصور التي جاءت الذي تم تصويره طبعا، تظهر لك بعض العلامات التي نراها. هذه العلامة إن ما اقتربنا منها هي علامة معروفة في الداخل الإيراني، هي لشركة نيرو للبطاريات كما تلاحظون، وهذه الشركة هي شركة مشهورة للغاية ومعروفة لمجلس الأمن الدولي وللولايات المتحدة الأمريكية لأنها تعرضت إلى عقوبات في عام 2008 من قبل مجلس الأمن الدولي كما تلاحظون. في 3 مارس من عام 2008 فرضت عليها عقوبات لأنها تدخل من ضمن طبعا الصواريخ، أي أنها من البطاريات التي تدخل في التطبيقات العسكرية للصواريخ الإيرانية، قد تعرضت للاستهداف، وهذه ليست بالنقطة العادية أبدا، تم استهدافها طبعا وبشكل مثير نفس هذه المنطقة لوزارة الدفاع الإيرانية في 22 سبتمبر قبل أيام قليلة من الاستهداف الذي جاء الخميس الماضي والانفجار الذي رأيناه الآن. كانت هنالك أيضا انفجارا آخرا وجاء بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، واعترفت إيران بأنها كانت موجهة وكان الانفجار موجه على مستودع للبطاريات الخاصة بالصواريخ، قد تعرض فعلا إلى هذا الانفجار الذي تحدثنا عنه. بالتالي هنالك استهدافات واضحة للغاية لوزارة الدفاع الإيرانية وحتى في على المستوى السوري وعلى السلاح وغيرها، وكلها تأتي ونحن على مقربة من انتهاء قرار مجلس الأمن الدولي 2231 الذي يأتي من ضمن الاتفاق النووي الذي وقع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
إيران تحت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في عام 2015 18 من أكتوبر سينتهي، وبالتالي إيران تستطيع إرسال طائراتها المسيرة بعيدة المدى أو الصواريخ وغيرها إلى أي دولة تريد، في خوف كبير من الغرب بأن تقوم إيران بإرسال صواريخها إلى روسيا بشكل مباشر وبشكل مثير. أيضا هذه الاستهدافات التي تحمل البصمات الإسرائيلية تحديدا في الداخل الإيراني هي طبعا تأتي بشكل واضح بعد كل ما قامت به إيران في 16 من سبتمبر من سحب الرخص من عدد من المفتشين النوويين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبشكل أيضا مهم للغاية كان هنالك تقريرا قد صدر من وزارة الدفاع الإيرانية تحدثت بأن إيران قادرة على الوصول على الأقل أو تصل من الممكن إلى عدد من القنابل أو إلى القنبلة النووية خلال أسبوعين، لكنها لم تتخذ هذا القرار، لكن لديها القدرة للوصول إلى هذه القنبلة النووية. We'll be right back.